اهلا بيكم مستمعين على الراديو 9090 هواها مصري في العشر الاواخر بقى من شهر رمضان الكريم، وحلقه جديده من برنامج حل ودنك. معاكم عبد الفتاح مصطفى على مدار ساعتين كاملين على الهوا، ومعانا النهارده منشد حكايته حكايه، ثوري مناضل. احترف الانشاد عام 2001 بعد ما خرج معاش مبكر وساب وظيفته كمحاسب ودخل عالم المديح الصوفي من اوسع ابوابه. ده كمان اسس فرقه الحضره للانشاد الصوفي، واللي مش بس انشدت في حب رسول الله عليه الصلاه والسلام، ده كمان انشدت للوحده الوطنيه وغنت لمريم والمسيح عليهم السلام. حكاية ضيفنا مع الإنشاد بدأت في مرحلة مبكرة من حياته بعد التحاقه بكتاب قرية الصنفين بمركز المنيا القمح من محافظة الشرقية بعد ما حفظ القرآن، وفي المرحلة الثانوية بدأت أول خطواته مع الإنشاد الصوفي. استقر بحي السيدة زينب وعمل في شركة حكومية فترة كبيرة من عمره، ده قبل ما يطلع بقى معاش مبكر ويدخل عالم الإنشاد، ولكنه بقى ملقاش نفسه في اللهجة العامية في الإنشاد ولقاها في الشعر الصوفي. ده لأن الإنشاد مش مجرد حفظ الأبيات وتكرار ليها، ولكنه زي ما مولانا بيقول إحساس بالكلمات. معانا ومعاكم مع الراديو 9090 الشيخ جودة هيكل، اللي متعنا وأمتعنا بروائع الإنشاد الديني والحضارات الصوفية هو وفرقته، اللي قدموا لنا فنون الدراويش وحلقات الذكر وأشعار ابن العربي وابن الفارد وغيرهم من شعراء الصوفية. منورنا مولانا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، كل نفس وحضرتك طيب، وإذاعة 9090 دائما في ازدهار، ومستمعيها كلهم بخير، والشعب المصري والعربي والإسلامي. رمضان كريم. الله أكرم. قرأت الشعر الصوفي لقيته شيء جميل قوي قوي، ولذلك أنا بقول في مقولة دايما إن أنا ما لقيتش بعد القرآن الكريم لا أجمل ولا أرق ولا أدق بعد القرآن الكريم من الشعر الصوفي لأهل الصوفي. نعم تمام. طب حضرتك، أنا عايز أعرف علاقتك كانت إيه بالشيخ سيد علي عمر الجعفري اللي من أتباع الطريقة الجعفري؟ عم الشيخ سيد علي عمر من البيت الجعفري نسبة لسيدي أحمد حامد نور الدين الجعفري الطيار بفايد. كان لي أخ من بلدي صنفين، لما لقى اتجاهي للشعر الصوفي ومليش رغبة للغة العامية فأرشدني إليه وتعرفت عليه، وهو أول من هداني كتاب ديوان سيد عمر بن الفارض بالنسخة القديمة المفسرة. المفسرة يعني. آه. تمام. والراجل رحب بي واحتضني، ومن خلاله بدأت أتعرف على أولاده، وأقيم له الاحتفال السنوي بتاع مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكل الليالي اللي تخص أولاده، ومن هنا جه الانتشار من خلال البيت الجعفري. من بيت الجعفر. طيب ارجع بقى لفرقه الحضره اللي حضرتك كونتها، انا عايز اعرف حضرتك بقى اسستها امتى بالتحديد وبدات شغل كان امتى بالظبط؟ هو انا لما خرجت معاش مبكر في 2001 تمام بدات اتفرغ للانشاد والبحث عن الكلمه، وبعدين احنا عندنا شعراء كثيرين جدا 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 في الصوفيه ولهم كلام جميل كتير، فبدأت أخذ منحنى تاني إن أنا أبحث عن كلمات جديدة غير المسموعة من اللي بتذاع أو اللي هي الناس بتسمعها، عشان يبقى ليا خط منفرد، خط لوحدك يعني. ففي 2001 لما بدأت أكون الفرقة، المسمى كان في ذهني ولكن لم أطرحه. في 2002 سافرت فرنسا معهد العالم العربي وقدمت فيه الحضرة المصرية الصوفية، الحضرة المصرية الصوفية. الصوفية على معهد العالم العربي، ونجحت نجاح جميل خالص أبهرني أنا شخصيا، لأن هم عندهم حسن السماع. وفي 2003 شرفت أن أنا أنتمي لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي شعبة الإنشاد الديني، أول فرقة إنشاد ديني تكون في قصور الثقافة، تحت رائد الفن الشعبي في مصر المخرج الكبير أستاذنا الأستاذ عبد الرحمن الشافعي، معدل التحية، وكل سنة هو طيب. ده بنعتبره الأب الروحي للفن الشعبي في مصر. طب حضرتك بقى بالنسبة للفرقة، أنت اللي حضرتك بتختار أعضاء الفرقة وأنت اللي بتوزع المهام بتاعتهم، ولا في حد عند حضرتك؟ كل عازف وله يعني، أنت بتختار العازف الماهر سواء إن كان كولة أو كمان أو عود. هي آلات معينة بس مع حضرتك في الفرقة. طيب حضرتك انت سافرت كتير، بقول لي بقى عن سفرياتك في فرنسا. والله انا سافرت اندونيسيا وسافرت تركيا، واعتذرت عن سفرات كتير لان كنت مرتبط بشغل هنا، ووجدت في الخارج عندهم حسن سماع جميل، وعموم فرنسا بالذات يعني عندها حب وعشق لسحر الشرق عموما يعني. طب وكان ايه اكبر احتفاليه حضرتك شاركت فيها؟ كانت في اندونيسيا، كان ملتقى الدول الاسيويه والافريقيه من خلال فرقه النيل،
وكان فناننا الكبير الاستاذ عبد الرحمن الشافعي اصر على وجودي في هذه الرحله الشاقه، والحمد لله كان لي الشرف ان انا اشارك فيها. وهو كعادته كنجم كبير لا يتنحى عن المركز الاول ايا كان، فخدنا المركز الاول، فما نقدرش نعمل معاه غير كده. ما طب طالما خدت بقى المركز الاول، عايزين نعرف شهادات تقدير او مثلا المراكز اللي حضرتك اتكرمت في ايه؟ يعني في مهرجانات كتير كرمنا فيها، وكان اخرها الفنون الشعبيه، كرمتني انا والحاجه زينب يونس من الناس اللي هم اثروا الحياه الثقافيه من جهه الانشاد الديني. كنت انا والحاجه زينب الله يرحمها كرمنا من خلال الفنون الشعبيه. انت حضرتك التحقت بفرقه الانشاد الديني بقصور الثقافه كان سنه كام؟ انا تفرغت 2001، سافرت فرنسا 2002، 2003 انضمت لفرقه النيل شعبه الانشاد الديني. في 2005 رشحوني للعمل مع الفنان هاني شنوده مع فرقه المصريين، وكان لي الشرف ان انا اشتغلت معاه، وهو فنان جميل وعملنا شغل هايل هايل. طب ايه هي بقى اهم الاعمال اللي انتوا؟ لا ده كتير. زي ايه بقى؟ يعني عملنا حاجات شغل هو بشغله مع الفنانين اللي معاه كفرقه المصريين، وانا بشغلي كفاصل منفصل بشغل الانشاد بتاعي. وبعد كده لما بدا الاقي جمهور مختلف عن جمهور الموالد والليالي الخاصه من خلال الاماكن الثقافيه، فبدات فكره ان انا اعلن عن فرقه الحضره المصريه، فاعلنتها في 2008، وبدات اتعاقد مع صندوق التنميه الثقافي واعمل حفلات من خلال صندوق التنميه الثقافي والاماكن اللي هي الخاصه الثقافيه في مصر. والحمد لله ان فرقه الحضره اثبتت وجودها، وبقت يعني مش يعني ما ينفعش ان انا اقول عنها الا ان الواقع بيقول ان هي بقت من افضل الفرق الموجوده على الساحه حاليا، فرقه الحضره بكل شرف يعني. طيب حضرتك انت كانت اول حفله عملتها كانت في فرنسا مش كده؟ في فرنسا وبعد كده اندونيسيا. وبعد كده اندونيسيا وتركيا. طب عايز ارجع بقى للقريه منيا القمح. ايوه وحضرتك حفظت القران. انا من قريه تدعى الصنافين، وهي أكبر